بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان جدول مقترح، جدول مدرسي مقترح بعد قرار تخفيف أيام الدراسة، ده للعام الدراسي 2020-2021 طبعا نظرا لظروف الوباء العالمي COVID-19 أو كورونا. نسأل الله عز وجل السلامة والتوفيق. نبدأ على بركة الله. اللي احنا عاوزين نعرضه في الفيديو الحالي هو مقترح لجدول لمدرسة في بعد تخفيف أيام الدراسة. طبعا يعني يتبادر إلى الأذهان إن الموضوع سهل خلاص، إننا هندخل على طول على أولى مثلا الصف الأول، عندنا أولى إعدادي تاني إعدادي تالت إعدادي مثلا أو رابعة وخمسة وستة. أولى هتحضر زي ما أعلن أو أعلنت وزارة التربية والتعليم، هتحضر سبت وثلاث، وتانية هتحضر حد واربع، وتالتة هتحضر اثنين وخميس. معنى كده أن كل فصل هيحضر يومين فقط في الأسبوع. فيعني بعض الأعضاء الكرام الإخوة الأعزاء مباشرة قال يعني الموضوع سهل خالص، هندخل على أولى ونحذف او نقفل عليها، هنروح كده على الفصول اهو، تعالى نعرض كده المعلومة عملي، هروح على اولى دي واروح على التفريغ والانتداب واقفل لها، او خلينا في تانية مثلا، ماشي نروح لتانية، هي بلاش اولى عشان لسه ما فتحناش يوم السبت، هنفتح حالا على فكرة. تفريغ والانتداب تانية هتحضر حد واربع، يبقى اقفل كده الاثنين والثلاث والخميس والسبت لما نفتح، ماشي نقفل ده، يبقى عندنا هتحضر حد واربع، ماشي طبعا نفتح الحصة دي كمان، بس كده نعمل كده في اولى وفي تانية وفي تالت، يبقى احنا كده قفلنا الفصول. وبعد كده نعمل انشاء للجدول بالمعايير دي بعد كده. طيب هل الكلام ده صحيح؟ لا، الكلام ده طبعا خطأ، او بالصورة دي ها مش صحيح بالصورة دي. طيب ايه المشكلة فيه؟ المشكلة ان الولد المفروض ان هو هيروح المدرسة ياخد عربي وانجليزي ودراسات ورياضيات وعلوم وحاسب آلي وتربية رياضية ونشاط واحد ونشاط اتنين وفنية وشغل كتير خالص، كل ده هيدرسه ازاي في يومين اتنين؟ وخاصة ان الفترات هتتغير غالبا، الحصص كانت الحصة 45 دقيقة وكانت الفترة عبارة عن حصتين يعني ساعة ونص، وكان عندنا كم فترة؟ أربع فترات يعني 8 حصص والفسحة والطابور والدنيا دي كلها. طب هو هيدرس ده كله ازاي؟ ده انت عندك عربي ودين بس 9 حصص، ماشي انت كده ما عندكش الفصل في الأسبوع كله ليه؟ يعني حسب الفترات الجديدة اللي هي المفروض هتكون ساعة واحدة، حسب المقترح يعني من المقترح انها تكون ساعة واحدة وتكون اليوم فيه 5 حصص بس، ماشي يعني 5 × 2 = 10، يعني الفصل كله هياخد في الأسبوع 10 حصص. طب هتطلع العشر حصص ازاي؟ فحصل طبعا ان ظهر معانا مقترح تاني. طبعا المقترح ده يعني هو مقترح مش تعليمات وزارية او قرارات وزارية او يعني رسمي، لا حتى الان هو مقترح، ولكن قد يعمل به ان يتم تخفيف الانصبة المتاحة للمواد. يعني مثلا العربي كان 9 حصص هو والدين، لا خليه 2.5، حصتين ونص، حصتان ونصف. الرياضيات كانت 5 حصص، لا تبقى حصة ونص. الانجليزي كان 5 حصص، يبقى حصة ونص. الدراسات كانت 4 حصص في الأسبوع، تبقى حصة واحدة فقط، حصة واحدة أوفلاين اللي هي الدراسة اللي في المدرسة، والثلاث حصص اللي فاضلين ياخدهم الولد في البيت، يعني يفتح القناة التعليمية أو الانترنت ويحضر الحصص بتاعته اللي هي التانية ديت، ماشي سواء أونلاين أو على انه يشوفها على الستلايت على القنوات التعليميه في التلفزيون. طبعا احنا ملناش علاقه باللي هيحصل في البيت، الله اعلم الولد هيحضر في الحصص الافتراضيه ديت ولا لا، ولكن احنا بنتكلم عن المدرسه. فعند تخفيف الانصبه الى الشكل اللي حضرتك شايفه ده، ماشي يكون مجموع نصاب الفصل 10 حصص في الاسبوع. يعني لو رحنا للتايم تيبل تاني، دول 10 حصص في الاسبوع لحد 5 هنا و5 هنا، 5 في يوم الاحد و5 في يوم الاربعاء، ده بالنسبه لتاني اعدادي. تالت اعدادي هيبقى الاثنين والخميس، يعني تالت اعدادي لو الفصل ده تالت اعدادي هنقفل الحد نفتح الاثنين، نقفل الثلاث ونقفل الاربع ونفتح الخميس،
افتحه كده بالعلامة الخضراء. طبعا كل المهارات دي شرحناها في الفيديوهات السابقة. لحد كده كويس، ما فيش مشكلة. هتقابلنا مشكلة تانية. ايه المشكلة التانية او المشكلة اللي بعد كده؟ المشاكل كتير على فكرة، ولكن ايه المشكلة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده ان عندنا الفصل بتاع مثلا اولى اعدادي ده اللي رايحين المدرسة يوم السبت ويوم، طيب تعالى نفتح يوم السبت الاول نشوف هنفتحه ازاي من المدرسة بتاعتنا، ماشي؟ وبعد كده نعرض المشكلة حاليا. هعمل موافق وبعدين اغلاق. المفروض انا كنت اعمل كانسل على فكره، مش موافق. تعالى نروح على ازاي نفتح يوم السبت. انا عندي الجدول القديم اهو، الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس. هفتح السبت ازاي؟ هروح هنا على مدرسه. انتبه عشان يحصل شويه مشاكل كده او شويه ملاحظات انا مش هتهرب منها، انا هعرض المشكله زي ما هي، يعني هعدل التعديل بتاعي. هتحصل المشكله مش هحذف واعمل يعني مونتاج للفيديو ومش عارف ايه، وانت تشوف الفيديو تعتقد ان مفيش مشكله حصلت. لا، انا هواجه المشكله، المشاكل اللي هتحصل معايا، لان هعتبر نفسي في مكانك بالظبط وانت بتحل المشكله دي. عدد الايام ده طبعا احنا قافلين السبت ازاي؟ مش اننا كان عندنا سبت هنا وعملنا له اكس حمراء، لا، ده احنا اصلا في اعدادات المدرسه في بدايه الجدول خالص، ماشي، دخلنا على عدد الايام وخلناها 5. طيب هنا افتح السبت تاني اخليها 6. هي رساله تاكيد، هل ترغب في تغيير الاعدادات عدد الايام من 5 ل 6؟ ايوه نعم. طيب كم حصة عندك؟ طبعا حتى الآن لم يصل التعليمات أو لم تصل التعليمات والقرارات اللي هي خاصة بعدد الحصص إلى المديريات والإدارات وكده، ولكن أنا بقترح إنها تكون مثلا 5. هنشتغل على 5 أو 5، أيوه 5، مش كل يوم 5 حصص. موافق طبعا، دي رسالة تأكيد. نعم. طيب خلاص كده، خلاص كده ماشي. نعمل موافق اوكي ونشوف ايه المشكله اللي ظهرت عندي. المشكله اللي ظهرت عندي ان هنا الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه، انا عاوزه السبت مش الجمعه، السبت وليس الجمعه، ويكون في الاول هنا. هنعمل الحركه دي ازاي؟ هروح على مدرسه، انتبه، وهروح على العدد الايام ده، احنا اخترناه 6 خلاص. اروح اختار اعاده تسميه الايام من هنا، وهروح هنا طبعا عدد الايام هنا 6 اهوت. هروح للسبت، انا عاوزه ينضاف هنا في الاول مكان الاحد، يبقى اروح للاحد دي واضغط عليها تحرير واسميه السبت. اول يوم عندي ده هيكون اسمه السبت، تمام، والاختصار بتاعه السبت. كل التايم تيبل كده، يعني اسم المدرس والاختصار، اسم الفصل والاختصار، اسم المادة والاختصار، حتى اسم اليوم تكتبها مرتين، او لو عايز تكتب انت اليوم الاول اليوم الثاني كده عادي، في امكانيه كده تكتب السبت وبعدين تعدل دي الى الاحد، برضو هنكتبها مرتين. طبعا انا هتوقف في الفيديو هنا، هعمل ستوب كده وبوز يعني، وبعد كده ايه هكمل عدد الايام وبعدين نكمل تاني شرح على الفيديو. في مشكله كبيره هتظهر حالا، ولكن خليك معايا، اوعى تروح بعيد. طبعا كده عدلنا الايام، السبت اول يوم، الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس. موافق؟ انا كان ممكن من هنا اختار ان بدل اسم اليوم يبقى اليوم الاول اليوم الثاني، اعمل شيك على دي واريح نفسي كده، بس مش مشكله خلاص. موافق. ظهر عندي هنا ايه؟ السبت اول يوم، الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس. الخميس طبعا ما فيش فيه حصص، ليه؟ لان الجدول ده كان اصلا عندي، لما اعمل انشاء جدول الان هيتفرد كده فيه، ماشي. طيب ها الفصول، نروح على الفصول تاني اهوت، ماشي. احنا قلنا ايه؟ اولى هفتح لها السبت بس، واقفل الاحد واقفل الاثنين
واقفل الاربع واقفل الخميس، اسيب التلات كده صح والسبت صح. ده مش اولى اول بس، ده اولى اول واولى تام. هو كده خلاص موافق؟ عفوا. ودي الفكرة ماشي. اعمل كده في التانية، هفتح لها اليومين بتوعها، وتالتة هفتح لها اليومين بتوعها. ولكن المشكلة الكبيرة ايه هي؟ المشكلة الكبيرة اللي عندنا ان عندي في السنوات السابقة ما كنتش بهتم ابدا بعدد الطلاب في الفصول. يعني الفصل فيه 50، فيه 60، فيه 20، فيه 100، انا ماليش اي علاقة بالكلام ده. انا كل الفكرة ان انا بكتب اولى اول، اولى تاني، تاني اول، تانية تاني، وهكذا. انا عندي كم فصل؟ فصلين اولى، فصلين تانية، فصلين تالتة. السنة دي الموضوع هيختلف. هيختلف ازاي؟ انا عندي اولى اول، اولى تاني، دي الصف الاول ده، ها، فيه 100 طالب مثلا، او 200 او 300 الصف كله. تانيات فيها 100، تالتات فيها 100 مثلا. انا عندي مدرسة صغيرة كده، 100 طالب في اولى فصلين، 100 طالب في تانية فصلين، 100 طالب في تالتة فصلين. ماشي. لما الفصلين بتوع اولى هيروحوا المدرسه، مش هيدخلوا كلهم، انتبه كده معايا، مش هيروحوا كلهم الحصه الاولى ياخدوا عربي ماشي، والحصه الثانيه اولى عربي. ازاي؟ هو انا ال 100 طالب هروح احطهم في نفس الفصلين؟ امال انا عامل تخفيف دراسه ليه؟ ماشي. طيب الحل ايه؟ او هنعمل ايه؟ ايه المشكله دي؟ المشكله دي ان انا عندي ال 100 طالب بتوع اولى اللي رايحين المدرسه دولت، انا مش عاوز احطهم في اولى اول واولى تاني، وكل فصل يبقى فيه 50 طالب او 60 طالب. امال اعمل ايه؟ لا، ده انا عاوز كل فصل يكون فيه 15. ده المقترح اللي انا متخيله، ولكن طبعا قد تصدر التعليمات الوزاريه، ها، واللوائح المنظمه للعمل، ان يكون مثلا 10 في الفصل ماشي، او 20. لنتخيل انهم 15 وانا عندي 100 طالب، يبقى انا عندي كده 7 فصول اولى ماشي، كل فصل فيه 15 واخر فصل فيه 10 ماشي. او لو هما 120 يبقى انا عندي 8 فصول اولى، 8 فصول خلاص. لو عندي المدرسة فيها اولى بس فيها 120 طالب، يبقى 8 اولى، 8 تانية، 8 تالتة. بعد ما كان عندي 6 فصول اصبح عندي 3 تمانيات، 24 فصل. يبقى انت هتروح هنا على الفصول ماشي، اولى اول دي انا هفكها تاني بقى، اولى اول اولى تاني، هتبقى اولى اول اولى تاني، اولى تالت، اولى رابع، اولى خامس، اولى سادس، اولى سابع، اولى تامن. اولات 8 فصول، والتمن فصول دولت الايام بتاعتهم سبت وتلات. وبعد ما وزع التوزيعة دي اعمل انشاء للجدول. وكل الكلام اللي احنا بنعرضه في الفيديو الحالي هو مجرد يعني تفكير كده في حل للمشكلة حتى صدور التعليمات المنظمة للعمل، اللوائح والقوانين اللي هتنظم، لان طبعا المفروض ان الوزارة هتعمل يعني بعض اللوائح اللي هي احنا هنشتغل عليها ماشي. فانا عاوز حضرتك تشاركني في التعليقات، اكتب لي كده لو لك مقترح معين، او انت شايف النظام ده هيمشي كده، او وصل لحضرتك يعني معلومة لم تصلني، لان انا طبعا مش على رأس اتخاذ القرار، او لست من متخذي القرار، انا مش في الوزارة، مش في يعني الهيئة اللي هي منظمة للعمل او مصدرة للتعليمات الوزارية والكلام ده. فانا بقترح ان حضرتك لو وصلك تعليمات افضل نعرضها للمشاهدين الكرام الاعزاء، فطبعا يعني لا تبخل علينا بان انت تكتب لنا في التعليقات على الفيديو الحالي. ولو لك اقتراح او شيء افضل من كده طبعا يعني لا تتردد في عرض الفكرة. اذا عجبكم الفيديو طبعا بليز لا تنسى الاشتراك في القناة، لايك وسبسكرايب وشير للفيديوهات قدر الامكان وقدر المتاح، لان طبعا يعني مشاركة الفيديوهات بتدعمنا دعما كبيرا. شكرا للمشاهدة وحسن الاستماع، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.